في قلبي أعظم تعزية وفي عمري غنيمة أسمع من ربي وفدية آية وترنيمة في قلبي أعظم تعزية وفي عمري غنيمة أسمع من ربي وفدية آية وترنيمة ولساني دايما هيسبح وقلبي ساجد بكل عزيمة وانشد أشعاري وأغنية لكل العالم في كل مناسبة وأمسية حفلة جميلة آية وترنيمة آية وترنيمة آية وترنيمة آية وترنيمة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم آية وترنيمة. كثيرا ما يشتكي علينا الشيطان في حياتنا ويهيج علينا أهل العالم لاضطهادنا، وهم يريدون نزع السلام منا أو تشكيكنا في قدرة إلهنا له كل المجد، أو حتى يعملون على ارتدادنا عن مسيحنا ودخولنا إلى ديانات عالمية أخرى من صنع العالم. حتى وإن تطلب هذا طردنا من بيوتنا أو قتلنا أو تشريدنا أو تهديدنا، لكن هيهات، فأن الذي أخذ المسيح نصيبه وتذوق لحلاوة حبه وجمال الاعتشار به وأدرك أنه هو الطريق والحق والحياة، بل هو الفادي الذي أتى خصيصا من أعلى سماء ليعطي الحياة الأبدية وليهب الخلاص المجاني، ستؤول كل هذه التهديدات وخلافها إلى لا شيء، حتى وإن اجتمع عليه العالم أجمع بأسره ليجبره على ترك مسيحه سيؤول هذا إلى الفشل. ويظل المؤمن ابنا لله ويقبل الموت عن الحياة والفقر عن الغنى والاضطهاد بدلا من السلام المزيف في العالم ولسان حاله، لأنه لي الحياة هي المسيح والموت ربح. وعليه فأن آية اليوم وردت على لسان السيد المسيح له كل المجد في إنجيل متى أصحاح 5:10 في التطويبات، حين قال لتلاميذه: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. أحبائي، أعيد على مسامعكم كلام السيد له كل المجد، هذا الكلام اللي أغلى من الذهب واللي أشهى من العسل: طوبى لكم إذا عيروكم قالوا عليكم ما في الخمر وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة، كل الكلام الشرير والسيء قالوا عليكم من أجلي كاذبين، هم كذابين، هم مش على حق، لكن انتوا بقى افرحوا، ايه تاني؟ وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. أحبائي، اللي مستنينا لا يسوغ لإنسان أن ينطق به، ولا يسوغ لإنسان أن يصفه بأي حال من الأحوال، فهذا سيكون مسكننا في السماء مع الله. علشان كده
هكلمكم في انواع الفرح. لما بيقول افرحوا، انواع الفرح اللي بيديه الرب او السيد الرب له كل المجد لاولاده. اول نوع من الفرح قال ان ده فرح مطلق، فرح بلا حدود. عندما قال اشعياء في سفره اشعياء 61 عدد 10: فرحا افرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي، لأنه ألبسني ثياب الخلاص وكساني رداء البر. أنا أصبحت مخلص وأصبحت مبرر. يجي الشيطان يشتكي عليا بأي شيء من الأشياء، أنا مبرر في المسيح، لأن الرب كساني توب اسمه توب الخلاص، وكساني رداء اسمه رداء البر. عشان كده من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يدين. فأصبح الموضوع في إيد أبويا، ما يقدرش إبليس زي أيوب زمان يجي يشتكي عليا والرب يسمح له بالشكوى عليا. لا، بطل ده خلاص. فالفرح بتاع المؤمنين لما بيقول لهم افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، الفرح اللي مدهولنا السيد له كل المجد هو فرح مطلق بلا حدود بلا حدود. لكن نوع تاني من الفرح هو فرح يتحدى الظروف، أو فرح لا يتوقف على الظروف. في سفر حبقوق أصحاح 3 وعدد 17 حبقوق بيقول: والدنيا حواليه معتمة على الآخر، لا في الغيط ولا في البيت شيء، والعدو هيجي هيدمر بلدهم وجاي، والنبوات بتقول إن العدو خلاص على وشك المجيء. بيقول: مع أنه لا يذهر التين ولا يكون حمل في الكروم، ده الحقل ده يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود. ايه ده؟ لا في الغيط ولا في البيت، لا الغيط فيه ثمر ولا البيت فيه بقر ولا مزاود. اعمل ايه؟ اتعس واشكي والوم على ربنا واقول له ليه وليه، زي ما تأمننا في حلقات سابقة اني نلوم في ربنا ليه سيبنا في الألم في الضيق في التعب في العوز في الفقر في الأعداء ليه؟ لا، بيقول: فأني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أبتهج بالرب في كل ده، لا غنم ولا بقر ولا زيتون ولا كروم ولا أي شيء ولا أي شيء فرحان بر. نعم، لأن الفرح الذي يهبه الله هو فرح لا يتوقف على الظروف. لكن يرجع ويقول: الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. لكن في نوع تاني من الفرح لما قال الرب افرحوا لأن أجركم عظيم في السماوات، الفرح اللي يهبه الرب هو فرح دائم مستمر، مش شوية وشوية، لا. في فيليب 4 بيقول 4:4: افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. افرحوا وأقول افرحوا، افرحوا ثم افرحوا. ايه ده يا رب؟ احنا في عالم متعب بيضطهدنا بيزدرينا بيقول علينا كل كلمة شريرة بيبكينا، بيفقدنا احيانا اولادنا، بيفقدنا احيانا ممتلكاتنا، نفرح؟ ايوه، لان اجركم عظيم في السماوات. وبعدين بولس قال لاخواته: بصوا انتوا المفروض تفرحوا وتفرحوا وتفرحوا، في فيليب 1 عدد 29: لانه قد وهب لكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا فقط بل ايضا ان تتالموا لاجله. السيد رسم لنا الطريق وقال: سيكون لكم في العالم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. شوفوا لما أنت كجندي تدخل حرب وعارف إنك فايز بالانتصار تماما تماما، هتطلع منتصر. نفسيتك ازايها؟ حياتك المعنوية ازايها؟ أكيد أكيد داخل وأنت مضمون لك الانتصار. ايه اللي يمنع فرحنا والرب انتصر لحسابنا؟ قوة ابليس مش ترعبنا، فوزنا بالانتصار.
ومهما في الطريق قابلنا من صعاب عايزة تعطلنا على إبليس هيكون هجومنا، فزنا بالانتصار. احنا فايزين بالانتصار، بل احنا اعظم من منتصرين، لان اللي قائد الحرب ورجل الحرب ده ابويا، فمش مشكلة معايا في اي حرب ادخلها. لكن سؤالي هنا، هل كل انواع الالام والاضطهادات الموجودة في العالم برئيسه الشيطان ذلك القتال للناس من البدء تنزع فرح المؤمن او تقتل افراحه؟ انا بأكد لك لا والف لا، لان اللي ضامن افراحنا وماشي معانا سكتنا وماسك بايدينا هو حبيب صالح، ابدا ابدا لن يخطئ، وابدا حساباته عمرها ما تطلع غلط، لانه مكتوب استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، استطيع احتمال الالام واحتمال الاضطهاد واحتمال الالم واحتمال الفقر والجوع والعطش والازدراء والشتائم وكل ده، لان المسيح هو قوتي وهو مصدر من مصادر فرحي. عشان كده يعني ممكن في شيء يجي مرة من المرات ويفصلني عن محبة المسيح، لما الاقي انا تعبت خلاص. لا، لو رحنا لرسالة رومية اصحاح 8 وعدد 35 عندما يقول اخونا بولس من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار. يا بولس، أنت بتقول أنا متنفذ فيا حكم الموت طول اليوم، أو أنا مستعد أن أموت من أجل المسيح طول اليوم. نعم، هو بيقول من أجلك، ويستاهل يسوع، يستاهل حبائي، قد وضع نفسه لأجلنا. فمش كتير علينا نضع نفسنا أو أنفسنا نحن من أجله. من سيفصلنا؟ كل ده مفصلناش؟ من أجلك نمات كل النهار. نعم، قد حسبنا مثل غنم للذبح. دي حسبة صعبة، إني أنا عايش زي غنم ممكن يتنفذ فيها حكم الإعدام في أي وقت. أيوة، ويعني ده حساب صحيح جدا. قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. في كل ده إحنا منتصرين، بل أعظم من منتصرين. فيرجع كمل الرسول الحبيب بولس، اللي مرة بحكي مع حد وقلت بعد ما قابل حبيبي يسوع في السماء واشبع بيه أول حد كده أدور عليه واشوفه واعتشر بيه الرسول بولس، وأقول له أنت يعني رجل عظيم قوي، أنت شبهت سيدك وسبتنا مثال جميل ليه وأنت موجود على الأرض، لأن قال أنا موجود عشان أكمل نقائص شدائد المسيح. يعني المسيح لو عاش أكثر من 33 سنة على الأرض كان هتعرض لشدائد ونقائص وحاجات كتير أنا هكمل. فبيقول يكمل فيقول فأني متيقن أنا واثق من ده، أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. مفيش حاجة تقدر تفصلنا عنه. العالم ليه أكتر قيمة عندي إنهم ممكن يموتوني يقتلوني، ليس لهم أكثر من هذا. لكن الرب كان بيحذر تلاميذه، قال لهم لكن خافوا من اللي يقدر يقتل الجسد والروح كليهما في جهنم. أدي اللي يخوف إبليس يخوف، انما اللي يقدر يقتل الجسد ده ايه اللي يعمله تاني فيك اكتر من كده؟ ان اتقتلت من اجل المسيح هتلاقي نفسك
عيانا بيانا في السماء مع يسوع، ذاك أفضل جدا، ذاك أفضل جدا. عشان كده مفيش شيء يقدر أحبائي ينزع فرح الرب هو اللي عطاه. عشان كده طمنا وقال افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. كتبت ترنيمة لما تم الاعتداء زمان على الزوار اللي رايحين دير الأنبا صامويل، ناس عزل ما في ايديهمش حاجة، رايحين يشكروا إلههم، رايحين يزوروا دير الإرهابيين، طلعوا عليهم موتوهم من أجل مسيحهم وإيمانهم، مش مشكلة. فكتبت ترنيمة وقتها كانت كلماتها بتقول مش هتموت الأفراح فينا، مهما تعملوا مش هتموت أبدا أي فرحة فينا، مش هتموت الأفراح فينا، مش هتموت ولا هتموت أبدا أغانينا، مش هتموت ولا تنطفي أبدا شمعتنا ولا تدبل أبدا ضحكتنا ولا شيء عن يسوع يفصلنا، حتى الموت، حتى الموت من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ موت لا، شدة لا، دي ولا سيف ولا خطر ولا عري ولا أي شيء. احنا رفعنا عينينا على السماء وبنقول مع أساف من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، يعملوا اللي يعملوه. احنا واثقين من إله جه مخصوص علشان يقدم لنا خلاص مجاني ويفدينا وفي الغربة معانا وفي الآخر ضمن لنا حياة أبدية. على ترنيمة هتسمعوها، لكن قبل ما تسمعوها مشغول هكتب عن حبيبي، أقول لكم عن حبيبي حاجة حلوة شعرية كده وبعدين نختم بالترنيمة، وأنا بشهد عن خيره وعنايته بيا في الليل والنهار والطريق والبرية، ورغم الألم والضيق بقول له سكتي حلوة فيها يسوع ماشي، واسمه ده الغنوة، حبيبي رافع راسي، مليني بالقوة، مليني بالفرحة، وانخرت في السكة بلاقي ده براسي، في ستره ساكن، في ظله بايت، ملجأ وحصني هو بينجيني من كل ضيق هو، وفي الطريق هو ده اللي بعضدني واللي بعزيني. قصتي الحلوة، قصتي الحلوة للناس، وبحكيها عن مسيح رائع، عن مسيح رائع بالدنيا وما فيها، قلبي مديله فايد بتسبيحه وحياتي بالخضرة والمية ماليها. سندتي دايما على جمال ايده، فرحتي دايما من صدق مواعيده، واللي هيعيش له هيعيش ومطمن، مغمور بحنانه وبخيره هيزيده. مسيحي وبحبه، ده هو محبوبي، هو حبيب قلبي، هو حبيب روحي. ونشاف في يوم دمعة ونزلة من عيني، ايده بتمسحها ويضمد جروحي، وفي ساعة الشدة وقسوة ظروفي، بلاقيه حاسس بيا مبددا خوفي، وسلامه يغمرني وحبه يملاني، وتتخمد ناري المالية لي جوفي. وفي ساعة الشدة وقسوة ظروفي بلاقيه حاسس بيا مبددا خوفي، وسلامه يغمرني وحبه يملاني، وتتخمد ناري المالية لي جوفي، علشان حبيبي. أعزائي المشاهدين، يسوع يستاهل ان يتحب ويتحب ونضحي من أجله، وأعمارنا وحياتنا رخيصة علشانه. لكن خلونا دلوقتي نسمع ترنيمة مش هتموت الأفراح فينا، مش هتموت.
هتموت الأفراح فينا مش هتموت ولا هتموت أبدا أغانينا مش هتموت مش هتموت الأفراح فينا مش هتموت ولا هتموت أبدا أغانينا مش هتموت ولا تنطفي أبدا شمعتنا ولا تدبل أبدا ضحكتنا ولا تنطفي أبدا شمعتنا ولا تدبل أبدا ضحكتنا ولا شيء عن ياسع يفصلنا حتى الموت حتى الموت شدة إيه ولا سيف ولا دين راح يفصلنا عن فادينا هو معانا طول الطريق وعينه دايما عليه شدة إيه ولا سيف ولا دين راح يفصلنا عن فادينا هو معانا طول الطريق وعينه دايما علينا فرحنا ثابت مهما يكون اصل فرحنا ده فيه مضمون فرحنا ثابت مهما يكون اصل فرحنا ده فيه مضمون كل صعبنا معاه بتهون مين يقدر ويقوى علينا مش هتموت الأفراح فينا مش هتموت مش هتموت الأفراح فينا مش هتموت ولا هتموت أبدا أغانينا مش هتموت ولا تنطفي أبدا شمعتنا ولا تتبل أبدا ضحكتنا ولا تنطفي أبدا شمعتنا ولا تتبل أبدا ضحكتنا ولا شيء عن ياسع يفصلنا حتى الموت حتى الموت مفيش للأحزان ولا مطرح عارفين نفرح وكمان نفرح ومفيش للأحزان مطرح كل هموم من قلبنا نطرح خلي النور يملى ليالينا مش هتموت الأفراح فينا مش هتموت مش هتموت الأفراح فينا مش هتموت ولا هتموت أبدا أغانينا مش هتموت ولا تنطفي أبدا شمعتنا ولا تدبل أبدا ضحكتنا ولا تنطفي أبدا ولا تدبل أبدا ضحكتنا ولا شيء عن ياسع يفصلنا حتى الموت حتى الموت مش بعيد أبدا عن دقنا ولا كل اللي بيحصل لينا لينا إله حاسس بألمنا هو دايما حاسس بينا ومش بعيد أبدا عن دقنا ولا كل اللي بيحصل لينا يسع فينا مال القلب رغم الضيق ورغم الكرب
يا صافينا مال القلب رغم الضيق ورغم الكرب قلنا فدينا رجل الحرب منتصرين على أعدينا مش هتموت الأفراح فينا مش هتموت. سمعنا الترنيمة الحلوة اللي بصوت أخونا الجميل هاني فرج وأختنا الجميلة المرنمة الحلوة حنان فاروق اللي بتقول مش هتموت الأفراح فينا مش هتموت ولا هتموت أبدا أغانينا مش هتموت ولا تنطفي أبدا شمعتنا ولا تدبل أبدا ضحكتنا ولا شيء عن يسوع يفصلنا حتى الموت. أنا عايز أخليك أو عايز أبشرك النهاردة وأقول لك خليك مطمن خليك هادي وراسي ان اللي ابتدى فينا عمل صالح قادر ان يكمل الى التمام وهو طبيعي قرب يجينا وياخدنا وريحنا من كل اتعاب هذه العالم وهنبقى معاه الى الابد. عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. اعزائي المشاهدين الى ان نلقاكم في حلقة اخرى من برنامجكم آية وترنيمة الرب معكم. في قلبي أعظم تعزية وفي عمري غنيمة أسمع من ربي وفدية آية وترنيمة. في قلبي أعظم تعزية وفي عمري غنيمة أسمع من ربي وفدية آية وترنيمة. ولساني وقلبي ساجد للي وهبني هرنم له بكل عزيمة وانشد أشعاري وأغانية لكل العالم في كل منام.